جدد الرئيس سعد الحريري دعمه الثابت للثورة السورية أمام وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية زاره في منزله بالرياض. وخلال استقبال الوفد الذي ضم رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب ونائبيه رياض سيف وسهير الأتاسي والأمين العام مصطفى الصباغ والشيخ أحمد العاصي، تداول الطرفان في الأهداف التي يعمل الائتلاف على تحقيقها، وخصوصا في هذه المرحلة التي بلغت فيها الثورة السورية أبواب دمشق وصارت على قاب قوسين أو أدنى من الانتصار. وقد أكد الرئيس الحريري التضامن الكامل مع الثورة وقيادتها السياسية، منوها بالجهود المبذولة لتوحيد صفوف المعارضة السورية والاستعداد للمرحلة الانتقالية التي يجري الإعداد لها على كل صعيد. وقال الرئيس الحريري إن لبنان يتطلع إلى اليوم الذي تتحقق فيه أمان الشعب السوري في قيام نظام ديمقراطي وإنهاء عهد الاستبداد الذي جثم فوق صدور السوريين لسنين طويلة. وأضاف أن وقوفنا إلى جانب المعارضة وقيادة الائتلاف الوطني هو واجب تفرضه علينا مسؤولياتنا العربية والأخوية والإنسانية، مؤكدا عدم التراجع عن تأييد الثورة السورية وقواها الديمقراطية مهما بلغت التحديات حتى اللحظة التي تقوم فيها قيادة وطنية ديمقراطية في سوريا الشقيقة على أنقاض النظام المستبد.